وسهلا بكم من جديد أيها الأحباب، ومن هكذا الحان نستقي الأمنيات. أهلا بكم جميعا في صباح الشروق، عدد من الفقرات المختلفة التي عددناها بعناية لتناسب استضافتكم، ونحن في فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يحمل كثير من المضامين ومن المعاني، يأخذ الناس فرصة فصل الشتاء لإعداد الأعمال الكثيرة، منهم من يمارس الرياضة في فصل الشتاء، ومنهم من يحرص على التأمل في فصل الشتاء. الكثير من العادات الجيدة اللي يقوم بها الناجحين في الحياة بصورة عامة، ولكن يشترك الكثير من الناجحين، من الكثير الذين كتبوا مذكراتهم الشخصية، الذين استطاعوا أن يخطوا لاسمهم بحروف النون في تاريخ الاقتصاد وفي تاريخ العلوم وفي التواريخ المختلفة في كتاب العالم، كانوا لديهم وصفات مختلفة للنجاح. والحديث يطول عن الناجحين، والكثير من الفقرات المختلفة اللي حتكون معنا في يوم الليلة، وحنحاول نكون يعني جاهزين في يوم الليلة عشان نقدم فقرات مختلفة ومنوعة. ونحن إذا جينا نتكلم مثلا عن الشتاء وضرورة إنه الإنسان يكون عنده يعني معاني ليقدمها للناس، الناس بيختاروا فصل الشتاء لأنه فصل خصوصا في السودان فيه براح للناس، ليله قصير لكن نهاره طويل، وبيحتاجوا انهم يرصفوا كثير من رزنامة الأعمال عندهم، يمكن لأنه اعتدنا في السودان يكون عندنا مساحات كبيرة للعمل وأمنيات منتظرة من سنوات طويلة جدا 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 جدا. بنحتاج في المساحة دي إنه نبني أنفسنا في المقام الأول. فواحدة من التوصيات اللي بيقوم بها الناجحين بيحتاجوا إنه يمارسوا الرياضة بصورة مستمرة. نحن حنتابع معكم صالة جيم ونجي راجعين. النماذج اللي عملت من شوية هي للعضلة الرباعية بالنسبة للأرجل، بالنسبة للتمرين الأساسي هو في الأرجل هو الخرفصاء الاسكوات، بعد ذاك تمرين الليك بريس برضو بيستهدف بصورة كبيرة العضلة الرباعية، بعد ذاك تمرين الخطوة، في منها نموذجين، إحنا عملنا نموذج واحد اللي هي الخطوة الثابتة، بعد ذاك في خطوة متحركة، فكل التمارين دي مستهدفة العضلة الرباعية الأمامية للأرجل، هي عضلة مهمة جداً مسؤولة عن حماية المفصل بتاع الركبة. بعد ذاك إن شاء الله الفقرة الجاية حنتكلم عن العضلة الثلاثية الهامسترينج، حنتكلم عنها ونديكم نماذج إن شاء الله بتاع التمارين دي.